ويسعدني اليوم ان احنا متواجدين في المكتبة الوطنية ضمن فعالية اصدقاء المكتبة. اليوم متعاونين في تقديم جلسة قراءة قصة تفاعلية للاطفال بطريقة ممتعة تحببهم باللغة العربية. قصتنا اليوم راح تكون ان شاء الله بعنوان انا عربي، تدعم موضوع تعليم الاطفال للغة العربية وايضا الاعتزاز فيها. طبعا احنا ما نمنع او ما مضد ان الاطفال يتعلمون لغات كثيرة، لكن مع التأصيل وتعزيز اللغة العربية وتواجدها في حياتهم اليومية بشكل متخصص. وائل عبد الله الرومي، مدير إدارة التراث العربي في مكتبة الكويت الوطنية. تسعد المكتبة بهذه الفعالية التي رجعت للأطفال بعد زمن كورونا بحمد الله، وهذه الفعالية هي أسبوع صيفي للأطفال من سن 7 إلى 11. وهذه المكتبة دأبت على الاحتفال بتفوق الأطفال، وكذلك في تربيتهم، وكذلك في إبراز مهاراتهم في القراءة والصناعة اليدوية وتعليمهم اللغات، وكذلك في إبراز هواياتهم والتعرف عليها من خلال المكتبة وقراءة القصص وغير ذلك من الفعاليات التي تسعدهم وتعلمهم في نفس الوقت. وهذا دأب المجلس الوطني وكذلك المكتبة الوطنية، مكتبة الكويت الوطنية، في هذه الفعاليات والاهتمام بالناشئة وخاصة الأطفال منهم في مجمل احتفالاتها وفعالياتها وأنشطتها. ونشكر التلفزيون والإذاعة على الحضور ومواكبة هذه الفعاليات التي تكون دائما متوالية، وهذا الاهتمام من التلفزيون نشكره، وكذلك نشكر المجلس الوطني على الاهتمام في هذه الفعاليات، وشكرا. هيا نسأل سراج، هو يعرف
التي في مجتمعنا وفي كثير من بلدان العالم، وأن الصيد يعلم الصبر. صباح تقول أمي، شنو نقول لما نقعد النوم؟ صباح الخير.
مع بعض بصوت عالي. اسمع شنو صباح احسنتوا ونقول صباح الخير واحنا نشيطين نفس اليوم لما اول ما جيتوا صبحنا بالخير على بعض صح؟ فماما تقول صباح الخير يا زكريا يا الطف كائنات البريه. فاقفز من سريري واقبل امي واقول لها صباح النور يا امي. هكذا يبدا صباحهم. ثم تنطلق لاداء انشطتنا اليوميه ونحن نكرر الحروف الابجديه. الف باء الف باء بوبايه قلم رصاص وحايه، يعني هو كذي يالف الاناشيد. ولكن حين نخرج الى الحديقه لممارسه التمارين الرياضيه تبتسم امي عند رؤيه صديقاتها وبطريقه مختلفه تلقي عليهن التحيه. شنو تقول لهم؟ ما تقول لهم صباح الخير، شنو تقول لهم؟ ها شو تقول لهم؟ جود مورنينج. احسنت وتقول لهم جود مورنينج، تقول لهم بونجور، لان شنو؟ في مختلف الاشخاص موجودين ما يفهمون لغتنا العربيه، فتقول لهم جود مورنينج بونجور ويردون عليها. طيب هذا صديقه شوفوا كذي قاعد يفكر، ومن يشوفوا كذي يعني مو فاهم ماما شو قاعده تقول، ليش تقول هذه الكلمات؟ ومين يقول لنا عندما الحق مع ابي يقول ابي يقول لي هيا بنا نلعب نركض نركض حتى نلعب. اركض اركض اقفز اتشقلب وقبل رمي الكره اعد واحد اثنان ثلاثه بكل حماسه وترقب. يعني الحين هم قاعدين يلعبون، لما هو وابوه قاعدين يلعبون شنو يقولون؟ ها شو يقولون؟ شنو مكتوب؟ واحد اثنين ثلاثه. احنا لما بنلعب ان شاء الله او لما نبدا شنو نقول؟ واحد اثنين ثلاثه صح؟ طيب هو الطفل يقول انا لما العب مع بابا كذي يقول، لكن اما عندما نخرج مع اولاد الجيران والرفاق فنتارجح ونضحك ونلعب من دون اي ارهاق. ثم يقف جميعنا على خط واحد استعدادا للسباق، واسمع والدي يعد بصوت عالي قبل الانطلاق ماذا يقول؟ صوت عالي 1 2 3. احسنت، ويقول 1 2 3، ما يقول 1 2 3. ليش؟ ليش؟ هل الاطفال هني كلهم يفهمون اللغه العربيه؟ لا. فاحنا وايد حلو ان نكون مع اطفال مختلفين وعندهم لغات مختلفه ونقدر احنا نتفاهم ونتواصل معاهم. هذا شيء جميل ان احنا نستخدم اللغه لما نحتاجها مع الاشخاص الذين لا يفهمون او لا يستطيعون التواصل معنا باللغه العربيه. وهنا ماذا حدث؟ واحيانا تنظر امي اذا لم ارتب غرفتي لتكون الالعاب مبعثره. من فيكم يترك الالعاب مبعثره في البيت؟ ها نحافظ على نظافه بيتنا وغرفتنا نظيفين صح مرتبين احكي عليكم. وعلى الارض مرميه كتب، اشعر بالندم وانا اطلب الى ابي مساعدتي فيقول لي اذهب الى امك واقول لها انا اسف يا حبيبتي يا امي، لان ماما كل يوم ترتب لنا وتقول لنا رتبه واحنا ما نرتب، تقول رتبه بعدين ماما تزعل شنو؟ يروح يقول حق ماما انا اسف اذا اخطانا. شنو يقول؟ احسنت، واذا اخطانا شنو نقول؟ انا اسف. لكن شوفوا شنو يصير. الغريب انني لم اقل اسف عندما رميت الكره بغضب، فاذ بها تصيب طفلا في الساحه يلعب. ووبخني ابي، وبخني يعني شنو؟ يعني عصب علي شوي، بابا عصب. وبخني ابي وهو يقول عجبا عجبا، واخبرتني امي ان اعتذر واقول شنو اقول؟ لا انا اسف باللغه العربيه، بالانجليزي شنو اقول؟ سوري ام سوري صح؟ فيقول ان انا في البيت حق ماما قلت انا اسف، لكن عند حق اصدقائي اللي عوض صديقي اللي عوضه شنو قلت له؟ سوري. ليش؟ هل هو يفهم اللغه العربيه؟ ولا يفهم اللغه العربيه، لذلك انا اتواصل معه بلغته. وفي البيت نقول لطفا، وفي الخارج نقول بليز، وفي البيت نقول شكرا، وفي الخارج نقول ثانك يو صح؟ الخارج ماذا نقول؟ جود باي. فبالبيت لما نقول لطفا، في الخارج نقول بليز، وهكذا.
لكن احنا شنو الحلول؟ نحن نكون عارفين ما هي هذه الكلمات باللغتين. وهنا يقول صديقنا انا عربي الهوية. اذا الشخص اللي تعلم اللغة العربية والله سبحانه وتعالى انعم عليه انه يتعلم اللغة العربية لازم يحافظ على هذه النقطة. اول كلمة نزلت في القرآن شنو كانت؟ منيعرف اول كلمة نزلت في القرآن اللي تتكلم عن اقرأ، شنو هي الآية اللي كانت في القرآن او اللي موجودة في القرآن يتكلم عن اقرأ؟ شو اسمك؟ زين؟ زين يلا سمعينا يا زين، صايد؟ محافظتها؟ زين شنو عرفتها؟ شوية أول جملة؟ قوليها أول جملة. خلق، أحسنت، اقرأ باسم ربك الذي. أعرف أن اللغة العربية هي أجمل لغة، اتفقنا؟ يحتاج صدقة صديقنا؟ بعدين أنا راح أسألكم سؤال، مو كل واحد عشان تروح أمسك هذا الحرف وأمسك هذا الحرف. نعطي أول شيء حق المجموعة اللي قدام وبعدين إنزين كل واحد يقول لي شنو الحرف اللي عنده. شو اسمك أول شيء؟ حمدان. شنو الحرف اللي عندك؟ دال. حمدان ورينا ورينا، شوف شوف حرف الدال. عفي عليك حمدان، عنده حرف الدال موجود في اسمك حرف الدال صح؟ سين. اسمك فيه حرف السين ولا ما فيه؟ ها دال سين صح؟ يلا امسك الحرف ورينا اياه. عفي عليك شو اسمك؟ حرف السين. اسمك موجود فيه حرف السين؟ ما فيه. انت شو اسمك؟ نجمة. شطورة يا نجمة. شو الحرف اللي عندك؟ عين. حرف العين موجود في اسمك؟ غير موجود. انزين دراجة صح ولا مو صح؟ صح. صفقة 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 صفقة. مين بعد يعطيني كلمة بحرف الدال من اللي موجودين ورا عشان نروح تشاركون؟ تفضلي. دراق. احسنتي. من بعد يعطيني كلمة بحرف الدال؟ ها شنو؟ دب. احسنت عفي عليك. بعد من يعطيني كلمة بحرف الدال؟ ها طريق. ها طريق. طريق؟ طريق. اه طريق بحرف الدال؟ لا. الحين احنا نفكر، راح يجي دورك، راح نفكر كلمة باللغة العربية، اتفقنا؟ عفي عليك. ها تفضلي. دلو. دلو احسنت. انزين فإذا خلصت حرف الدال، يلا يا جاسم شنو الحرف اللي عندك؟ سين. شنو نقول له؟ سين. عطني كلمة تبدأ بحرف السين. الحين صديقنا جاسم راح يفكر، فكر أسماء الحيوانات أو أسماء الألعاب أو الأشياء بحرف السين. أي شيء. أي كلمة. ها؟ ها؟ سوريا. سوريا أحسنت. البلد العربي اللي اسمه سوريا. من يعطيني بعد كلمة بحرف السين؟ شنو؟ سالم. أحسنت يا شطورة. من بعد يعطينا بحرف السين؟ سمكة. أحسنت سمكة. تفضل. سلمى. سلمى اسمي، شكرا. تفضل. ها سارة. احسنتوا. شفتوا شلون عندنا وايد كلمات؟ الحين بعد ما نخلص راح اقول لكم الاطفال اللي قالوا الكلمات شلون يعرفون هذه الكلمات. شو اسمك؟ جنان. جنان اي حرف عندك؟ حرف السين. نفس صديقنا جاسم. اذا انت اعطينا كلمه بحرف السين. ها فكري، في حيوان صغير يكون ياكل البندق، ما ادري ياكل المكسرات، يكون بالشجر. ها من يساعدها يقول؟ ها الحرف الثاني. ها عصفور. عصفور احسد. عصفور بس مو بحرف السين، هو بحرف السين. سن سنجاب. احسنتي شطوره. سنجاب. ها يا نجمه يا حلوه، يلا اعطينا كلمه بحرف العين. شنو؟ ها العين. احسنتي بحرف العين. عين شطوره. بعد شنو بعد؟ ها عنب. عفية. ها علم. برافو عليك شاطر. بعد شنو بعد؟ ها في شيء انتوا قاعدين عليه؟ خلنا نشوف اذا موجود هني. لا واحدة من الحشرات. ها عصير. عصير. بعد عبد الله. عبد الله اسمك، ممتاز. يلا صدق حقكم كلكم. عفية عليكم. زين الحين راح نقوم، الحين راح نروح قبل ما نروح مكان الانشطة، راح نروح هناك راح تسووا نشاطين. راح تاخذون كل واحد في احد راح يطلع له حرف الالف، احد يطلع له باء تاء جيم. شوفوا شنو اللي موجود.
لكن الحرف اللي مكتوب بالخط الكبير هني وهو اللي راح تلونونه داخل وراح يطلع لنا شكله. بنكتشف مع بعض شنو الشكل اللي راح يطلع لكم. شفت الورقه الحين؟ شوفوا اي تعال يلا عندكم الوان كلكم صح. اول شيء نتشارك بالالوان ونحافظ على نظافه الطاوله. اي لون تستخدمونه رجعوه مره ثانيه داخل البوكس اللي عندنا. الشيء الثاني كل واحد يشوف هذا الحرف، يعني لا تلونون كل الاحرف. اللي عندها حرف الخاء تلون بس الخاء، واللي عندها ثاء يعني لون بس حرف الثاء داخل وشوفوا لي شنو يطلع. انا بكتشف الشكل اللي راح يطلع لنا اخر شيء. اتفقنا؟ يلا ابدوا نشاركوا. خلوا هذه هني وابدوا نشاركوا. يلا انا بشوف احلى تلوين واول واحد فيكم يكتشف النشاط. عفوا عليك. يعني حرف النون مع نحلة، حرف اللام مع ليمون وهكذا. عشان مرة الجاية لما أسألكم أعطوني كلمات تكونون عارفين كل الكلمات. اتفقنا؟ يلا بتلون الحين؟ هذا حل الهدية. آسفة يلا الحين خليهم يسوون. Thank you.
الله عليه. يلا.